صباح الهنا وصباح الجمال وصباح السعادة وصباح الطيبة وصباح كل أم حلوة موجودة في حديقة. النهاردة عيد أم، مع أني بختلف دايماً معاهم اللي يكون في يوم في السنة علشان نحتفل بأمهاتنا، لأن أنا قلت قبل كده وهفضل أقول أن أمهاتنا يستاهلوا 365 يوم في السنة نحتفل بيهم. أمهاتنا مش محتاجين يوم معين علشان نجيب فيه هدية، أمهاتنا مش محتاجين يوم معين عشان نقول لهم إن إحنا بنحبهم، أمهاتنا مش محتاجين يوم معين علشان يعرفوا إن هم نور عينينا، أمهاتنا مش محتاجين يوم معين عشان نعبر لهم عن اللي جوانا. بس بما إنهم عملوا حاجة اسمها عيد الأم، فأنا النهاردة موجودة هنا قدام كل أمهات العالم كله علشان أقول لأمي كلمتين قد كده، واستحملوني بس أنا عارفة متأكدة إن كل حد موجود معايا هنا أو بيتفرج علينا جواه قد اللي أنا هقوله وزيه وأكتر يمكن كمان، بس ما ظنش إن هيبقى فيه أكتر من اللي أنا عايزة أقوله لأمي. عايزة أقول لأمي كلمتين. أنا جاية أقول لأمي لو شفت حلو في دنيتي فالحلو كله بدعواتك، لو ليا طولة بال أعيش فعشان أنور ضحكتك، والله ولا تسوى الحياة لو هصحى يوم ما أنتش هنا، وتعيش يا أمي وعيش نول شرف إن أخدم جزمتك. أنا ياما ناس فرقوني يا أمي وكنت وحدك عزوتي، وما كانش حد يشيل همومي ويجري يمسح دمعتي، ما لقيتش غيرك في الحياة بيديني حنية وأمان. أنا أمي مجموعة بشر، سندي وحبيبتي وصاحبتي، أول خطاوي خدتها وأنا جنبها، أول كلامي من الحياة كان اسمها، أول بداية في كل شيء كان عندها، فازاي ما احبش قلبها ولا حتة منه ومنها وحاجات ما يوصفهاش كلام. إن كان في طبعي شيء جميل فأمي اللي ربتني بأدب، وإن كان في طبعي شيء وحش فالدنيا وصحابي السبب. لما أوصف أمي بكلمتين وأنا عارفة إن ده مش كفاية، فأقول لكم الست دي عمرها ما سابت إيديا، وربنا يخليكي ليا يا نور عيني. كلام بسيط بس جواه مشاعر كتير، وأكيد كل حد فيكم جواه زيه لأمه، ولو قعدنا من هنا لسنين كتير قدام عمرنا ما نوفيها حقها. فانا بحب من مكاني ده اقول لامي كل سنه وانت طيبه وربنا يخليكي ليا يا نور عينيا يا اللي منوره دنيتي. كل ام موجوده النهارده معانا هنا ليها قصه، كل ام موجوده النهارده معانا هنا ليها حكايه، وحكايتها مش زي اي حكايه. كل ام موجوده معانا هنا هتتكرم النهارده، التكريم ده قليل قوي عليها، بس التكريم من عند ربنا في منزله فوق 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 بمراحل كتير. فالنهارده هيكون منورني امهات كتير بقصص كفاح كتير. النهارده يعني هنشكرهم شكر ما يجيش 1% من اللي هم عاملينه. وعلشان كل ام هتكون موجوده معانا النهارده، وعشان كل حد بيتفرج علينا، وعشان كل حد لسه ما جابش هديه لامه ومش عارف يجيبها لها ازاي او مش عارف يجيبها لها منين، النهارده على مدار اليوم في مسابقه صغننه، والمسابقه ولا سؤال ولا مطلوب منك حاجه، بس كل واحد هيتصل على ارقام تليفوناتنا ويدخل معانا على الهوا يقول مكالمة أو معايدة لأمه، هيدخل معانا على سحب كل ساعة. والمسابقة ديت معمولة لكل الناس. طب جايزتها إيه؟ الجايزة هتكون جايزة مالية علشان يشتري بيها هدية عيد الأم اللي يتمناها. فهستنى مكالماتكم واتصالاتكم ومعايداتكم لأمهاتكم علشان تكونوا معانا إن شاء الله في كل سحبة هيحصل كل ساعة علشان تجيبوا هدية عيد الأم وأنتم مرتاحين في مكانكم. يلا بينا. وأنت طيبة. وأنت طيب. صباح الخير. صباح الجمال. صباح الهنا. الأم المثالية مرة واحدة. بسيطة. يا نهار أبيض. أه طبعًا. حلوة قوي. أم مثالية. قوي قوي قوي. أم تعبت كتير قوي مع الله يسعد لي قلبك يا رب. ما تحرمش مني. ومع مامتها. الله يبارك لي في عمرها. ما يعرفهاش. الحمد لله. ربنا يشفيها ويعافيها بإذن الله إن شاء الله. يا رب يا رب. دي حاجة بسيطة من إدارة قناة بي إن سي، دي رسالة بسيطة. محمود أنا هعيط. ده بوكيه ورد بسيط. كل سنة وأنت طيبة. وأنت طيب. وعايزة أقول لمامتي بقى كل سنة وأنت طيبة. هي طيبة. ناسي من صباحية ربنا. وهي طيبة وبخير وسعادة يا رب.
يا رب يا رب متجمعين دايما سواء، يا رب مفرحين امهات مصر كلهم، يا رب يا رب دايما ودايما تكون ومفرحينكم انتوا كمان، انتوا مفرحيننا بوجودكم معانا، ونكون دايما مع بي ان سي ومعاك يا محمود مع مستر حاتم ومستر حسام وكل ال المهدي، نقدر ان احنا نفرح امهات مصر كلها، ولو بايدينا او بايديكم انا عارفه ان انتوا عايزين تجيبوا امهات العالم العربي كله يكونوا موجودين معانا، فبجد يعني انا يعني متشكره. شكرا لك يا محمود بجد، شكرا ليكم وشكرا لوجودكم معانا، شكرا انكم جزء من عائلتنا، تسلم لي. ويا رب يوم جميل على كل امهات مصر، على كل عائلات مصر وعلى عيلتك تحديدا، يا رب اللهم وكل سنه وانت طيب. تسلم لي وانت طيب، ما نحرمش منك يا رب. ايه ده؟ دي ايه المفروض ان انا افتحها واقراها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أقراها لوحدي ولا أسمعهم كمان؟ أسمعهم؟ هو الكلمة الأولانية كفاية قوي عليا الصراحة، بنت البلد الجدعة، يعني دي والله العظيم يعني الكلمة دي بيبقى جواها حاجات كتير قوي، بتبسط قوي قوي قوي، هم فعلا منقيين لقب أو منقيين كلمة على طول بتتقالي، وببقى حاسة إن أنا فيا قوة غريبة لما بيتقالي بنت البلد الجدعة، قوة غريبة. هما كاتبين بنت البلد الجدع نونة، دايما موجودة وحاضرة في الحزن قبل الفرح، مواقفك بتتكلم عن أصلك الطيب، همك دايما تساعد غيرك قبل نفسك، اللهم لك الحمد والشكر، دايما مجتهدة وعايزة تعملي الأحسن، وعشان كده دايما واصلة لكل بيت وكل قلب، اللهم لك ألف حمد وشكر يا رب. شكرا على وجودك ومجهودك الدايم، وبنتمنى لك من القلب كل النجاح. بي ان سي انت جزء لا يتجزا من كيان، والتوفيق والتقدم الدائم. كلام حلو قوي. حاساه بجد، انا حاساه، لاني هو يعني انا عايزه اقول لكم ان في الاربيس عمالين يقولوا لي دي حقيقي، هم بيامنوا على الكلام اللي مكتوب في الرساله، فربنا يديمكم في حياتي وتسلموا لي. كل سنه وكل ام طيبه.